لكن مشاهدينا الكرام في المقدمة والصدارة السايحة لهجن الرياسة صالح بن سعيد بالعرج المري من يتولى عملية التضمير يرافق السايحة بالمقدمة وبالمركز الأول. نذهب مع المركز الثاني أرى الوصول من هملول لهجن الرياسة علي بن ميمي يتابع انطلاق هملول عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني بن مبارك مديره اللي اسمه الشيخ احمد بن مكتوم بن يمعه المكتوم سلطان بن سيف المقبالي يتولى عملية التضمير. خامس المراكز وصلت هنا الشاهينية اللي اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان الصادق فضل الامين يتولى عملية التضمير. الدور دور المركز السادس قدوم من هملول لهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي يتولى عملية التدريب والتضمير. انتقل مباشرة إلى سابع المراكز وراء هملولة هملولة لهجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي. ولكن القدوم من الطيارة وصلت الطيارة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز يتابع انطلاق الطيارة. انتقل مباشرة مع المركز الثامن والوصول هنا من متصوغان اللي اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف وين مضم الهجن الرياسة علي بن ميل الوهيبي. ولكن الظافر مشاهدي الكرام يسيطر مع البداية المميز قادم بكل قوة الطيارة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. ولكن غادرت أعلنت المغادرة أعلنت الفوز أعلنت الانتصار. مشكور يا أبو سعيد واسعد الله مساك الظافر علي بن ميل الوهيبي للمرة الرابعة. مشكور الحبسي في هذا المساء تهانين لهجن الرياسة وتهاني الظافر المضمري علي بن ميل الوهيبي. المركز الثاني الطيار لهجن الرياسة تهاني مبارك بن أحمد بن مايد الخيل. المركز الثالث والرابع هملول وهملول لهجن الرياسة. وفي خامس المراكز مشاهدينا الكرام هكذا كان التحدي والإثارة والإبداع في هذا الشوط. تابعته هملولة من حظت بالمركز الأول ونالت شرف ناموس هذا الشوط وادت الفوز لهجن الرياسة. تهانينا العلي بن ميل الوهيبي 7:45 أربعة من الأجزاء. تهاني لهجن الرياسة وتهاني الظافر علي بن ميل الوهيبي على هذا الإبداع والفوز والانتصار. الطيارة من حلب ثانيا 7:46 ستا من الأجزاء. تهانينا لهجن الرياسة وتهانينا لمبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز من قدم لنا الطيارة. تهانينا والناموس من حلت في ثالث المراكز هملولة لهجن الرياسة. تهانينا والناموس العلي بن ميل الوهيبي 7:48 ثلاثا من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في هذه الأشواط. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين نتواصل مع انطلاقاتنا هنا مع الشوط السادس مخصصة للإبكار مهجنات بهذه الشعارات من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. هناك على الشاشة أفضل توقيت زمني هنا أفضل توقيت زمني أعزائي المشاهدين. هناك التحديات بهذا الشعار شعار هجن الرياسة والمضمر علي بن ميل الوهيبي الظافر 7:38 وفاء وتماما وكمالا هنا توقيت هملولة. انطلق مع الشوط السادس هنا انطلاقة سليمة جميلة لهذه الشعارات الصدارة المقدمة والمركز الأول. هناك صدارة والمقدمة مع مودة على صدارة هذا الشوط في هذه اللحظات ولكن التسلل هناك بالفعل مودة من تاتي على الصدارة والمقدمة والمركز الأول. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. انطلق مباشرة مع المركز الثاني. هناك التحديات من نهب هنا في هذه اللحظات نهب هناك من تنهب المراكز من مركز تلو مركز. سمو الشيخ سيف أبو